هون عندك ثلاث طلبات فوضية. نعم. هيك؟ واحدة باسم مرتك فطيم. واحدة باسم مرتك شو اسمها صباح؟ صباح. صباح. واحدة باسم المرة الثالثة، المرة الثالثة امتى تجوزتها؟ من ثلاث سنين. من ثلاث سنين. شو اسم المرة الثالثة؟ اسماء. اسماء؟ اسماء محمد الحمد. اسماء كانت مسجلة عند اهلها قبل؟ ايه. ايه؟ مسجلة. يعني انت هلا بتقبض على ثلاث نسوان من الامم المتحده. نعم. من المفوضيه. نعم. عندك 16 ولد. نعم. طيب انت بلبنان بعد ما جيت تجوزت مرة ثالثه؟ نعم. وبرضه عم تقبض عليها؟ كانت مرفوضه هلا يمكن الشهر هذا مشهور. ايه. قد ايه بتبسط بتاخذ شهريه هلا؟ كلهم انا قاعدين بخيام، كل وحده بخيام النسوان بيقبض لحالهم. ايه. انا المره هاي بتقبض لحالها هي وابنها. ايه. انا بقبض بيعطوني، انا مسجل مع مره فاطمه يعني. ايه. انا عارفه بقبض من مليون هلا 100 يمكن. ايه. كلهم عندك هون مقيد انا بتقبضوا 16 مليون و500. نعم. قديش بيقبض المجموع كلهم؟ قول 16 مليون و500 بتقبضهم انت. نعم. والمدارس والهون دي على حساب مين؟ حساب الهون. حساب الامم المدارس. نعم. والطبابه حساب الامم. نعم. وجوا الصو... جوا الصرف الصحي حساب الامم. نعم بالضبط. والمي بتجيكم من الامم. نعم. وكروتة التغذيه بطاقات التغذيه. نعم. يعني انت هلا شو بدك تنقل من مطرح لمطرح؟ عم تنقل ثلاث خيام من مشروع زراعي لمشروع زراعي. بالضبط. وعم تشتغلوا بالزراعه؟ والله شغل بتعرف انت الوضع يعني، بس يكون في موسم زراعي عم تشتغله. اكيد بنشتغل. شو اللي انت بيمانعك تروح على سوريا؟ بما نحن ما في شغل هنيك، ما في شيء، ما بنموت من الجوع يعني. انت في شيء مشكله مع النظام؟ انا ما عندي مشكله. لا ما عندك مشكله. انت يعني اذا عايز استخراجات بتجيبه من سوريا؟ ايه اذا هذا عم تروح على سوريا شيء؟ لا لا ما رحت ابدا. ما رحت ابدا. لا عائلتك ولا حدا؟ ولا حدا راح. مين بيجيب لك اخراج؟ ما جبت انا، ما عبت. معك سيارة؟ لا. معك موتوسيكل؟ موتوسيكل ايه. سجلها؟ لا. كيف لا؟ بدون تسجيل؟ ايه حط هلا حطه راح عند واحد قال لي النافعة مسكرة ما بعرف شو. معك دفتر سواقة؟ لا. لا لبناني ولا سوري؟ لا لا ما معي. طيب ليش تجوزت الثالثة؟ هلا في عندي مشاكل، ما تجوزت كتلة مصاري أو شيء. في عندي مشاكل مع هذولك مع الاتفاق. ايه. هربت من المشاكل. اه تجوزت للثالثة وحساب الأمة وجابوا لك خيمة. نعم. وجابوا لك شوادر وحمام وجورة صحية وكل شيء. نعم. اخ يلا قول ما في شيء بيمشك على شيء يعني كيف شو الشيء اللي بيمشك على شيء؟ شو واحد بيتجوز ثلاث نسوان يا زلمة؟ اذا انت ثلاث نسوان بالضبط. هلا هذوليك يعني الثالثة بعد ما تجي على لبنان وتخلف منها والثاني كمان جوزتها انت؟ هلا هذوليك كل ما باخذ وحدة ما لي حظ، نوع عم مطب مشاكل. شو ما حسبك كل وحدة جاي بتهرب من المشكلة اللي بيشتغل 16 ولد عندك يا زلمة. بالضبط. سجلهم بسوريا الاولاد؟ ايه مسجلين، بس في صغير هذا ما مسجل. بدك تسجله؟ اكيد بدي اسجل. انت من وين بالضبط سوريا؟ انا من حمص. من حمص؟ منك من الرقه يا لا لا. عندك مشكله انت بالنظام؟ اي ضيعه؟ ما عندي مشكله مع حدا انا بالحمص. بضيعتك في شيء تضغيط؟ في شيء؟ هلا حرسنا ما في حد مهجره كلها، في مكسر مهدر في ضرب. يعني اذا هونيك امنوا لك اكلك وشربك وشغلك ترجع سوريا؟ اكيد بنرجع، ليش لا؟ طيب